بسم الله الرحمن الرحيم. نشتغل اليوم إن شاء الله يا أخوان في الفاينل 422. طيب، في السؤال الأول، طبعا هذا السؤال اللي هو من شابتر 3. في الفرع الأول بقولنا طبعا عندنا هذا الآي بقول state Archimedes principle and discuss stability of floating bodies aiding your solution with the schematic sketch. Archimedes principle اللي هي buoyant force acting on a body on an immersed body in a fluid is equal to the weight of the fluid displaced by the body. إذا buoyant force قوة الطفو اللي بتأثر على immersed body على جسم مغمور in fluid جسم مغمور في مائع بتساوي is equal to the weight of the fluid displaced by the body. إذا بتساوي وزن المائع المزاح. And it acting upward through the centroid of the displaced volume. وبكون اتجاهها للأعلى في السنترويد حق displaced volume في وسط الحجم المزاح. طيب، الفلوتينج بودي متى بقول عنها ستيبل؟ في عندي ثلاث حالات. في عندي ستيبل، طبعا ستيبل without rotating، وفي عندي الستيبل مع restoring moment، وفي عندي اللي هي الانستيبل او اللي هي بيصير عندنا اوفر تيرنينج مومنت، وهذا حيصير فيها دوران ومش حترجع لوضع الالتزام، يعني بتكون متزنة ممكن تدور وترجع لوضع الاتزان وممكن تدور اللي هي يعني وتنقلب يعني. طيب، ستيبل ستيبل ان ستيبل. الفلوتينج بودي متى بنقول عنها ستيبل؟ بنقول عنها ستيبل اذا كان البودي از بوتوم هيفي اند ذس ذا سنتر اوف جرافيتي جي از بيلو ذا سنترويد بي، يعني اذا البي تحت الجي. لاحظوا انه في الحالة الأولى والحالة الثانية البي تحت الجي. إذا البي والجي على نفس اللاين، طبعا البي بتأثر في البوينت فورس والجي اللي هو بتأثر في الويت. الجي اللي احنا كنا نسميه الجرافيتي سنتر، والبي اللي هو السنترويد تاع الديسبليسد فوليوم. أنا عندي both of them centroid، بس واحد centroid حق الجسم كله سميناه center of gravity أو الجي، والثاني هو centroid تاع displaced volume وبتأثر فيه البوينت فورس وسميناه البي. فإذا الجي فوق البي واثنيناتهم موجودين على نفس اللاين هذه الستيبل. إذا الجي فوق البي لكنهم مش على نفس اللاين، فبالتالي بتصير عندي بوينت اسمها الميتا سنتر. هذه البوينت الميتا سنتر، هذه البوينت بيلتقي فيها ايش؟ بيلتقي فيها اللاين اللي جاي من الجي مع اللاين اللي جاي من البي. لاحظوا اللاين اللي جاي من الجي واللاين اللي جاي من البي بيلتقوا في هاي البوينت. اذا كانت هذه الام فوق الجي بكون ستيبل، ودائما بيصير في عندنا ريستورينج مومنت والجسم يعني لو مال بيرجع على طول لوضع الالتزام. طيب، ومتى بكون عندي انستابل؟ اها، البي تحت الجي ولكن الام ومش على نفس اللاين والام جاي تحت الجي. اذا يعني انا عندي اذا كانوا على نفس اللاين ستيبل، اذا الجي والبي على نفس اللاين ستيبل، اذا البي والجي مش على نفس اللاين بدي اشوف الام. اذا الام فوق الجي، الام اللي هي الميتا سنتر above the G اللي هو السنتر اوف جرافيتي او السنترويد اوف ذا هول بادي، ففي هاي الحاله ستيبل. طب اذا الجي جاي بيلو اذا الام بيلو الجي، الام بيلو السنترويد او السنتر اوف جرافيتي، ففي هاي الحاله بصير عندنا اوفر تيرنينج مومنت والجسم بيصير في حالة انستابل. هذا بالنسبة للفرع اي.
في الفرع 2i بقول عندنا rectangular بونتون shown in figure Q1 اللي هو هذا الشكل. انا والله ماني عارف شو هو البونتون يا شباب، بس يعني يعني عنده جسم كده وجاي على شكل مستطيل. طيب طوله 5 متر وعرضه 3 متر وارتفاعه 1.2 متر. The depth of immersion of the ponton 8 متر in sea water. طيب في مياه البحر. If the center of gravity 0.6 meter above the bottom. طبعا لاحظوا شباب طوله 1.2 متر والسنتر تاعه على بعد في المنتصف على بعد 6 متر. طيب ومغمور 8 متر. لاحظوا اذا زي ما انتم شايفين هو 3.5 طول وعرض 3.5 الهايت 1.2 اللي اندر ووتر 0.8 السنتر اوف جرافيتي 0.6 طلعوا. خلينا نكمل. Determine the metacentric height يعني هو عايز كم ارتفاع الميتاسنتريك هايت. ومش بس كده وعايزك في الاخير بعد ما تحسب الميتاسنتريك هايت عايزك تعمل كومنت على يعني تعلق على ال على ال يعني عايزك تعلق. خلينا نعدل هاي كده تعلق على ال على ال انه يعني ستيبل ولا ان ستيبل. وطبعا هو طالب منا ناخذ كثافة مية البحر 1025 زائد ان على 10,000. طبعا هذا من الاسئلة اللي شفتوا النموذج اللي مر اللي هو حليناه اللي هو كان 391 كان في ذلك الوقت ما يحطوش الان هذه بتختلف يعني كانوا يحطوا الدنسيتي والشغل والفوليوم فلوريت والاشياء هذه كانوا يحطوها رقم. من بعد او يعني الفصول الاخيره او من بعد كورونا شوفوا كلها صارت تدخل فيها هذه الان اللي هي الديجيتس. على كل احنا عاده بناخذ الان هذه 70 او من بدايه الترم واحنا نسجلها 70. ف زي ما احنا شايفين الكثافة اللي هي N 1025 زائد N اللي هي 70 على 10,000. طبعا حاجة بسيطة الفروقات يا شباب لانه لاحظوا انه الارقام كلها يعني هذه هيها 0.7% 7 بالألف عذرا. طيب سجلنا الان هذه الشكل اللي عندي الشكل هذا. طبعا هاي عندي هذه البوينت جي اللي هي سنتر الجسم كله كويس. عندي هذه المسافة المية جاية لهون وعمقه 8.10 متر. فالطبيعي انه تكون البوينت بي في نص 8.10
يعني هاي المسافة خليه 6 بالعشرة وهي المسافة 4 بالعشرة. طيب أول حاجة إحنا عايزين نعملها عايزين نحسب المومنت أوف إنيرشيا. المومنت أوف إنيرشيا اللي هي بتعتمد على الأبعاد تاعت الجسم. جسم هذا هناخذ عرضه في طوله هو 3 على 12. عرضه 3 هو بيقول انه عرضه 3 متر وطوله 5 متر. اذا هذا الجسم شو الاي له 3 في 5 قوة 3 على 12 وهذه بتساوي 31.25% متر قوة 4. طيب المنطقة بين البي والجي المسافة بين البي جي اللي هي هذه اللي هي عبارة عن طبعا الجي جاي في نص الواحد فاصل اثنين يعني 1.2 على 2 وال البي جاي في نص 8 بالعشرة اللي هي سنتر الجزء المغمور الديسبليسد فوليوم فهذه طلعت 0.2 متر. الحين هذه كانت البي جي البي ام وانا مش عارف وين مكان الام لكن البي ام لها قانون تنحسب المسافة بين البي والام في لها قانون اللي هو الاي على الفوليوم الديسبليست وهذه بتساوي 31.25 على الفوليوم الديسبليست. الديسبليست فوليوم اللي هو فوليوم هذا الجزء اللي اللي هو الفوليوم تاع المنطقة اللي تحت المية وهذا زي ما احنا عارفين ارتفاعه 8 بالعشرة وعرضه 3 وطوله 5 فهي طلعت 2.604 متر. الآن هذه المسافة بين البي والام اذا المسافة طلعوا شباب إذن البي جي زي ما قلنا بتساوي 2 بالعشرة متر والبي ام بتساوي 2.604 متر يعني معنى الكلام إنه الجي ام هي عبارة عن البي ام ناقص البي جي وهذه حتساوي إيش 2.604 ناقص 0.2 وهذه تساوي 2.404 متر. هذه هي المسافة تاعت الجي ام يعني معنى الكلام بما انها موجبة اذا معناها ايش معناها انها ستيبل ديو تو it is positive value we can
من سي إيه إيه ستيبل. إذا ممكن نقول إنها إيش؟ إنها ستيبل. طيب إذا موجبة فهذا ستيبل. يعني معنى الكلام إنه النقطة B هنا، النقطة G هنا، النقطة M هنا. فزي ما إحنا شايفين النقطة M above G. عشان هيك بنقول إنه إيش؟ إنه موجب معناها stable. طيب الفرع 3i بقول عندي solid cylinder، عندي اسطوانة صلبة 1 متر length، radius 0.8 وhinged at point A. إذا عندي cylinder طولها 1 متر. إذا برضو ما زلنا نتكلم عن سؤال واحد، بس هاي المرة الفرع 3i بقول إنه السلندر هاي طولها 1 متر، ريديوسها 8 × 10 متر، وبقول إنها موجودة كأوتوماتيك جيت، وماس السلندر هذه هذا كله للسلندر، طول السلندر، راديوس السلندر 5 كيلو. طيب بقول لك calculate all forces acting on the cylinder gate and its direction. بعدين عايزك تشيء يعني تعمل بروف انه هل حظلها مغلقة، واشرح اجابته. هذا فرع ايه؟ فرع B قال لك assuming direction of force remain the same to the value calculated in part A, determine the minimum height or depth of water that will lead the gate to open, take the density of water. إذا عايزك تحدد قال لك افترض انه direction of force ظلوا نفس اتجاهه، حدد الأقل ارتفاع أو عمق للمية حيخلي الجيت حيقود لأنه الجيت open. هذا اللي قاله. طيب في البداية أنا عندي زي ما احنا شايفين هاي السلندر وهنجد هنا، عند البوينت A طيب هاي الويت عذرا هاي زي ما شايفين طلعوا شباب وهي ال طيب في عندي حاجة هنا بس ضروري انتبه لها يا شباب، انه في مي جاي من هنا، انتبهوا انه هذه مي، هذه كلها مي، وبالتالي انا في عندي قوة لانه المي من الاسفل، ففي عندي قوة هذه قوة هذه الاف واي، وعندي هذه غير الويت تاع هذه المي.
إذا أنا عندي الـ FY وعندي الـ FX وعندي الـ weight هنا. جميل جدا. الـ FY والـ FX والـ FY كليهما بنجيبها من الـ إيش؟ من الـ من الـ 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 البشر ضرب الاريا. البرشر اللي هو رو في جي الاريا. الاريا اللي هي اريا هذا الشكل طبعاً هذا الاريا. يعني هذا هنا اللينث وهذه هنا الار. المنطقة هذه هي شوفوها هاي. هي هاي. كان عندي رو في جي في الارتفاع اتش اللي هو الاتش هذا اللي هو عبارة عن هو طبعا كان قلنا انه هاي المسافة أربعة فاصل اثنين متر. طبعا هذه اللي هي الار زي ما احنا عارفين. اذا المسافة هذه اللي هي أربعة فاصل اثنين زائد زيرو 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 بوينت ايت اثنين. وهذا حضربها في الاريا. اللي هو الـ L في الـ R. طيب شو حتطلع معي الـ F of X؟ الـ Roll اللي هي زي ما احنا شايفين هو قال عن هنا طلب منا ناخذ الكثافة اللي هي 1000 ناقص ال N على ال على ال على ال 100000. احنا اخذنا اللي هي قيمتها ثابتة بس 1000 يعني سحبنا على هذا الجزء. يعني ما كانش حيفرق حاجة ولكن يعني اخذناها 1000 بدون ما نغير قيمتها. فهذه الرو 1000 ولكن هي لازم تصير 999.9999 يعني تخيل هيك يعني لازم تصير يعني مش مستاهل. أخذنا الروب 1000 حطينا الجي 9.8 وأخذنا هذه اللي هي 4.6 وضربنا في الاريا اللي هو 1/8 هاي الاريا. وصلنا حطينا معانا الـ FX كم قيمته؟ طلع 6 طبعاً بعد ما قسمناه على 1000 يعني ممكن نعمل هيك طلع اللي هو 36.1 كيلو نيوتن. هذا بالنسبة لمين؟ بالنسبة للأف اوف اكس. الأف اوف واي نفس القانون رو في جي بس هنا حاخذ ايش؟ حاخذ المسافه كلها كامله من هنا لهنا لانه شوفوا الاف واي بتاثر على الـ على البوتوم تماما. اذا اللي هي ايش؟ اللي هي المسافه كامله اللي هي الخمسه
في الاريا اللي هي اللينث في الارض. الاف اوف واي بتساوي الالف وحسبناها. وطبعا ما تنسوش انه وطلعت معانا قيمتها 39.2 بالعشرة. طيب جينا حسبنا الويت اللي هي الام في الجي واللي هو الرو في الفي في الجي. هي الرو وهي الجي وبدل الفوليوم اللي هو فوليوم انا عندي اللي انتبهنا الفوليوم. إذا انتبهنا في هاي المنطقة قديش طولها؟ وهي على شكل مربع. وهذه المنطقة ربع دائرة. ربع دائرة. إذا هذه خلينا نضرب الناس. إذن أنا عندي المربع R تربيع وربع الدائرة اللي هي باي R تربيع على 4. بهذا الشكل أنا أوجدت المساحة هاي. أيوة أنا بس أنا عايز الفوليوم لازم أضرب في اللينكس. طيب الروب 1000 الجي 9.81 طيب الار تربيع 8/10 ناقص باي 8/10 على 4 في ال اللي هو 1. هذا حيساوي زي ما احنا شايفين لازم نقسم على 1000. شو حيطلع معي الويت؟ طلع معي وان بوينت 3 كيلو نيوتن. الحين الاف الهوريزونتال هي بس فقط الاف اكس والاف الفيرتيكال هي الاف واي ناقص الويت. هاي اللي هي 36.1 بالعشرة وهذه 39.2 ناقص 1.3 طبعا هذا بالكيلو نيوتن وهذه 37.9 كيلو نيوتن. طيب الثيتا قبل الثيتا الاف يعني الاف الريزلتنت هذول الاثنين ان اخذهم واربحهم تحت الجذر يعني 36.10 تربيع
والسبعة وثلاثين وتسعة أعشار تربيع تحت الجذر طلع معي 52.3 كيلو نيوتن. طيب الآن يا إخوة أعزاء، أنا حسبت كذا الإف آر، هروح أحسب الثيتا إلها. الثيتا لو واحد عنده vertical force horizontal force اللي هي tan inverse الاف الفيرتيكال على اف الهوريزنتال، الثيتا هتطلع تان انفيرس 37.9 36.1. طلعت معاي الزاوية بتساوي اللي هي 46.4 درجة. طيب الحين أنا عندي هذا السلندر، ماشي الحال، وبأثر عليها وزن هذا السلندر جاي للأسفل. هذا ويت السلندر، وهذه الاف الاف ار. هاي البوينت A، هاي المسافة. ها أنا عندي هنا عندي مجموع المومنت عند الهنج عند البوينت A شو يساوي؟ سوي صفر. جميل جدا، عندي هذه المومنت حدها هيو، هذه حتعمل روتيشن كذا هذا، وهذه حتسوي هذا حيسوي روتيشن لانه نقطة الدوران هيها. طيب اذا عندي ويت السلندر المسافة إيش؟ R، إنه هذا بيأثر على مسافة الثاني. إذا هذا أيوة، إذا اعتبرت هذا المومنت سالب فهذا المومنت شو حيكون؟ موجب. طيب عندي الـ FR وهاي المسافة هي R ساين ثيتا. ادينا هذه على الطرف الثاني وصار عندنا إذن R ويت السلندر يساوي R F R يساوي ثيتا. شلنا الـ R
بالار. دقيقة يا إخوان، عذرا بالله. لا أيوة، فلما اختصرنا الآر مع الآر يا شباب، بقى عندي إنه ويت السلندر بيساوي إف آر ساين ثيتا. الإف آر ساين ثيتا هذه اللي هي تعتبر إيش؟ تعتبر هذه الإف آر ساين ثيتا اللي هي تعتبر الإف الفيرتيكال اللي هي بتساوي إف الواي ناقص الويت، يعني ويت السلندر بيساوي إف الواي ناقص الويت. وديت الويت هنا فصار عندي الإف الواي بيساوي ويت السلندر ضرب مين؟ زائد، عذرا، زائد الويت. هذا الإف الواي اللي هو عبارة عن رو في جي في اتش في الاريا اللي أنا عايز أوجده اللي هي الاتش هذه. اللي عايز أوجده الاتش شو تساوي هذه؟ تساوي ويت السلندر. ويت السلندر أقدر أحط بدالها إم السلندر في جي زائد الويت تاع المية. طيب حطينا الرو 1000 والجي 9.81 والاتش خليناها اتش زي ما هي والاريا اللي هي 8 أعشار في الواحد، هذه حتساوي ام السلندر اللي هي 5.81. أعطانا هو ماس السلندر هنا، قالنا إنه السلندر هذا الماس حقته اللي هي كم؟ 5 كيلوغرام. طيب زائد الويت، الويت هذا اللي هو 1.3 كيلو نيوتن، يعني 1300. كل اللي هعمله الحين إني هعمل سولفينج لهاي، فطلعت معاي الاتش هذه 0.172 متر. يعني هذه هي أقل ارتفاع لازم عشان الجيت تفتح. طيب بهذا الشكل انتهى السؤال هذا. زي ما انتم شايفين الجزئية الأخيرة فيه الفكرة فيها كانت بس ان انا افهم انه الاف ار ساين ثيتا هي اف ال في. الاف ار ساين ثيتا هي اف ال في، الاف ار كوساين الثيتا هي اف الاتش. جينا لكويشن اثنين، طلب منا نكتب برنولي إكويشن بأشكالها الثلاثة. هذا كنا عدينا عنه، هذا شكل البرشر فورم وهذا شكل الهيد فورم وهذا شكل الإنيرجي فورم، وكل فورم فيهم إيش هو، يعني أسمي كل فرع فيهم إيش هو. هذا كنا عدينا عليه. طيب هذا كان طبعا السؤال الاثنين فرع آي، طلب مني أقول برنولي إكويشن إيش الليميتيشن. إحنا قلنا إنه إلها 3 ليميتيشن كان طلبهم في الأسئلة التوتوريال، طبعاً ممكن نزيد عليهم اللي هم طبعاً هي الليميتيشن عددها 5. في ناس بيعتبروهم 6، نو هيت نو وورك، يعني آخر 5 دي في ناس بيعتبروها 2، نو هيت نو شافت وورك. على كل هذه هي الليميتيشن برنولي إكويشن اللي يعني إذا ما انطبقت ما بنقدر نطبق برنولي إكويشن. طبعا احنا قلنا انه ممكن إذا ما انطبقوا نستخدم الانيرجي إكويشن اللي هي تعتبر يعني برنولي إكويشن موديفايد. طيب السؤال هذا اللي هو بقول عندي، هذا السؤال كان جابه في الكويز إذا بتتذكروا، وكنا حليناه لما عدينا توتوريال شابتر 5، لكن نشوفه كده مش غلط. بقول في عنا هذا الديماند
الالف باور is usually much higher during the day. شائع استخدامه في النهار والليل and at night. Utility بقول لك companies often sell power at night. أغلب الشركات بتشتري الكهرباء في الليل. At much lower price to encourage consumer to use the available power generation capacity and to avoid building new expensive power plants. طيب يعني الكهرباء لها سعر في النهار ولها سعر في الليل. فهنا بقول إنه suppose utility company is selling electric power for 0.03 dollar per kilowatt hour at night and is willing to pay 0.08 dollar per kilowatt hour for power produced during the day. To take advantage of this opportunity and an entrepreneur is considering building a large reservoir 48 meter above the lake level. طيب pumping water from the lake to the reservoir. بيعملوا ضخ بالبمب للمية من الليك للريسرفوير من البحيرة للخزان. طبعا هذا بيعملوه at night عشان يستخدموا الايش اللي هي cheap power and letting the water flow from the reservoir to back to the lake during the day. وبيخلوا المي تنزل من ال reservoir لل lake during the day من الخزان للبحيرة خلال النهار. وطبعا أثناء هبوطها بتعدي عن توربين وهذا بيخليها تعمل producing power. طبعا عندي البامب يعني already إيش attached مع motor والتوربين attached مع generator في الريفرز فلو في الجريان العكسي. بس تب شون ان فيجر كيو 2A. طيب الفلو ريت خذوا 2 زائد ان يعني طلب مني اخذ الكيو. اذا هذا سؤال 2 وهذا اللي هو بارت تريبل اي طلب مني اخذ الكيو الفوليوم فلو ريت 2 زائد 70 على 100,000. طيب وطلب مني اعتبر الهيد لوزز في حاله البام 4 زائد ان على ايوه الاتش ال 2.00 7 متر مكعب على سكن. ال HL اللي هي 4 زائد 70 على 10,000 يعني 4. هذا طبعا ال HL في حالة البم. طيب بقول انه الافشنسي للتورباين البمب مع الموتور الافشنسي للتورباين قال لك 75 و80 respectively. طيب وقال لك افترض انه ساعات العمل هي 10 ساعات في اليوم. طبعا يعني البمب بتشتغل 10 ساعات والتورباين بيشتغل 10 ساعات. خذ الدنسيتي 1000 والان زي ما اتفقنا the last two digits واخذناها 70. طيب اي الكيو اي الاتش ال وبدينا طبقنا الانرجي كويشن في حاله البمب. طبعا البي 1 البي 2 هذه كلها بتساوي البي 1 بتساوي البي 2 بتساوي بي اتموسفير الفي الاي 1 والاي 2
يساوي ما لا نهاية، فالV1 والV2 يساوي صفر. يعني ما عادش عندي في الانرجي إكويشن لما طبقتها على البمب إلا إنه اتش البمب بتساوي زد 2 ناقص زد 1 زائد اتش ال ال. طيب حطينا زد 2 ناقص زد 1 اللي هي 48. 48 هذه جيفن هنا يا شباب، هيا كويس. 48 هذه جيفن في فهذه هيها اللي هي 48 و 4.007 اتش البام اللي هي عبارة عن كم؟ اثنين وخمسين جينا نفس الفيلم طبقناه على التورباين وطلع معانا انه زد 1 ناقص زد 2 لانه راح عندنا هذا الحد تاع البرشر وحد البرشر هذا راحوا مع بعض والفيلوسيتي والفيلوسيتي زيرو ما عنديش بمب فبشيل الفرع تاعها وبجيب الزد 2 عند الزد 1 فبصير زد 1 ناقص زد 2 وال HL بوديه على الطرف الثاني بيصير سالب HL وهذه نفس الفيلم 48 ناقص 4.40 فبالتالي طلع معي إذن H البمب 52 وسبعة من ألف متر اتش التورباين اللي هي 43.993 اعتبرنا الهيد لوز هذا للبمب وللتورباين خليني بستكن ايوه لانه هو ما قالش لانه لا لبمب ولا تورباين قال انه هذا الهيد لوز خلال البايب طبعا احنا استخدمنا البايب هذا في حاله في حالة البمب وفي حالة التورباين فهو أعطاني الهيد لوز خلاص أنا هذه الـ HL 4.7 بالألف يعني طبقتها على الاثنين. طيب الحين الماس فلوريت اللي هي الرو في الكيو الرو بألف والكيو اللي هي 2 و 2.7 من 10,000 ضربتها تطلع معي 2.7 كيلو جرام بير سكند لما اجي اطلع فورك البام او يعني باور البام يعني هسجل ام دوت في جي في اتش البام نفس الفيلم التورباين ام دوت في جي في اتش التورباين ال 2.7 9.851 42.993 وحسبتها للاثنين فطلعت وقسمت على الألف أحسبها بالكيلو وات يعني فطلعت هذه 1020.73 كيلو وات وهذه طلعت 863.44% كيلو وات طبعا الإفشنسي تاعت البمب زائد الموتور اللي هي
حطيت 75% 1020 فاصل 7.3 كم الالكتريك عملت مقص كم الالكتريك تاع البمب كم الالكتريك اللي احتاجته البمب ألف طيب رجعها احتاجت البمب ل 1360.97 كيلو وات نفس الشيء كررته في حالة التورباين زائد الجنريتر اللي هو هذه الاوتبوت لها الكتريك باور وهذه التورباين الازنت 80% على مين 863 عملنا مقص الالكتريك التورباين 690 75% كيلو وات الآن يا شبابنا زي ما احنا شايفين الكوست اللي هي عبارة عن الباور بالكيلو وات التايم بالاور البرايس او كوست الوان هذه كيلو وات سوري طيب انا خليني اشوف شو الكوست في البمب شو الكوست في التورباين زي ما احنا شايفين كوست البمب اللي هي 1360.97 حضره في الزمن اللي هو 10 ساعات في اليوم هذا الزمن والبم كنا نشغلها في الليل اللي 3% طلعت هذه كوست البم طلعت اللي هي 149,026.22 دولار جينا حسبنا الكوست في حالة التورباين 690.75 ضربنا في 10 بال365 وضربنا بسعر البيع اللي هو 8% وطلعت الكوست في حالة التورباين 201,699 دولار إذا البوتنشال ريفينيو اللي هو يعني الفرق ما بينهم هذا اللي دفعناه هذا اللي دفعناه وهذا اللي ايش هذا اللي حصلناه فكان زي ما قلنا
البوزيشن ريفينيو كان بيساوي كوست التربين ناقص كوست البمب. ال 201,699 ناقص 149,026.22. فصراحة هذه المنظومة بتدخل 52,672.78 دولار، يعني هذه بتدخل لنا هذا المبلغ. السؤال القادم، هذا السؤال كنا اشتغلناه من قبل، من سؤال 2 اي في اللي هو تاع الالبو هذا، فكانت عندنا ال اف اكس والاف واي والاف زد، كان عندنا هنا البي 1 في اي 1، هنا عندنا البي 2 وعندنا الويت. حللنا هذه القوة بي 2 اي 2 كوساين 45 بي 2 اي 2 ساين 45. ليه 45؟ لأنه هو بيقول إنه هذه الزاوية كانت كم؟ 135. لما هاي 135 هاي كم؟ 45. إذن هذه كم؟ 45. طيب إحنا ما حننسى إنه في ان هذه الام دوت في 1 هذا الام دوت في 2 واللي حللناه اذا مركزين معنا يا شباب نفس الشيء، لا مركبتين ام دوت في 2 كوساين 45 ام دوت في 2 ساين 45. طبقنا اللي هو ايش؟ هذا الاكس وهذا الزد، الزد اكسس، قلنا انه مجموع القوى على الاكس تساوي مجموع البيتا ام دوت بي الاكس ناقص بيتا ام دوت البي اكس، هذا على الاوت وهذا على الان. طيب طيب في حاجة عندنا بس مهم هنا يا شباب ننتبه لها، ليش قلت انه في اعطاني برشر على المدخل وبرشر على المخرج، ففهمت انه في قوة، في قوة عند القوة على المدخل وفي قوة على المخرج. في شغلة ضروري ننتبه لها هنا يا شباب، انه اذا اعطاني برشر معناه في قوة عند
دائما اتجاه القوه هذه بيكون للداخل. يعني لاحظوا B1A1 هي اتجاهها للداخل، B2A2 هي اتجاهها لوين؟ للداخل. بالنسبه للفلو اتجاهه حسب ما هو معطيني، فهو معطيني انه الفلويد ماشي من هنا، هو قايل لي انه هذا المكان الاول وهذا المكان الثاني، هو اصلا معطيني دايمتر الاول ودايمتر الثاني، انه في واحد فيهم دايمتره 400 ملي، واحد فيهم دايمتره 200 ملي. طيب شو الاشياء اللي طلبها؟ طلب الهوريزونتال والفيرتيكال كومبوننت للفورس. السؤال اللي كنا حليناه في نموذج 391 كان طالب بس الهوريزونتال. طيب هنا الحين طالب اللي هو الهوريزونتال والفيرتيكال. فزي ما انتم شايفين جيت على الاف اوف اكس وشو سويت فيها؟ حطيت اللي هي اف الاكس B1A1 وعندي B2A2 وساين 45. كل القوة هذه لليمين. معايا يا شباب؟ هنا لليمين، هنا هيها لليمين زي ما احنا شايفين، وهنا هيها B1A1 لليمين وبي 2 كوسين 45 لليمين، فكلها لليمين، حطيتها كلها موجب. الحين بالنسبه للبيتا ناخذ البيتا هذه اللي هو الكوركشن فاكتور، هذا الفلكس فاكتور باخذه بواحد. الحين عندي الام دوت في الفي اكس، عايز الام دوت في 2 كوسين الام 2 دوت في 2 الام دوت في 2 كوساين 45، باخذها سالبه لانه زي ما احنا شايفين انها رايحه باتجاه السالب. هيها اذا هيها سالب ام دوت في 2 كوساين 45. بالنسبه للام دوت في 1 رايحه لليمين، السالب هاي اللي في القانون، السالب هاي اللي هي هذه هي القانون، اي ام دوت B1. إذن يا أخوة أعزاء، زي ما أنتم شايفين، بس قبل ما أبدأ بيلزمني V1 و V2 بيلزمني، فزي ما احنا شايفين من البداية رحنا عوضنا قيمة الـ N وحسبنا الـ Volume Flow Rate. إذن بدينا بدنا نحسب الـ Volume Flow Rate، عوضنا قيمة الـ N وطلعت الـ Q لـ 4.4 متر مكعب بير سكن. طلعنا الـ M dot اللي هي الـ Rho في الـ Q، حطينا الـ Rho 999 زي ما قلنا، وضربناها في الـ 0.4007 فطلعت 400.3 كيلو جرام بير سكند. طيب بعدين بعد ما حسبنا الام دوت جينا حسبنا في 1 اللي هي كيو على الاريا 1 اللي هي باي على 4 دي 1 تربيع، عوضنا 3.11887 طلعنا في 2 كيو على باي على 4 وطلعت قيمتها. طبيعي الاريا صغرت فالسرعه بتزداد 12.7 547 متر بير سكند. طلعنا ويت الالبو زائد الووتر، الويت هذا اللي هو عباره عن ام الالبو
زائد ام الووتر ام الالبو given ام الووتر اللي هي density الووتر في volume الالبو عوضنا ام الالبو هي given كانت 12 volume الووتر هيها 2 بالعشرة كثافة المي 999 فطلعت 2077.76 نيوتن. طيب الآن أنا عندي كل هذه المعادلة أنا كتبتها والمعادلة هذه أنا كتبتها إذا تتذكروا. الحين بس بدي أعوض فيها. وديت البي 1 اي 1 والبي 2 اي 2 كوساين 45 على الطرف الثاني فصاروا بالسالب حسبت الاف الاكس فطلعت معي سالب 25735 نيوتن بدنا نحولها لكيلو نيوتن يقسم على 1000 طيب جينا على الـ على الاف زد مجموع الاف اوف زد يساوي مجموع البيتا ام دوت في زد ناقص مجموع البيتا ام دوت في زد هذه اوت وهذه ان نفس الفيلم اخذنا البيتا بواحد فأنا عندي إذا أرجع للرسم عشان الرسم هو المقياس القوة عندي الـ F of Z للأعلى فحطيتها موجبة والويت تاع الإلبو والووتر الأسفل حطيته الأسفل فحطيته سالب الحين أنا عندي على الـ M dot V2 ساين الـ 45 للأسفل أحطها سالب M dot V2 ساين 45 وبالنسبة للمدخل المدخل هيو المدخل هيو ما عليهوش دخول جاي هوريزنتالي ما عندوش مركبة يعني ودينا هذا هنا وصار عندنا الاف اوف زد يساوي ناقص ام دوت في 2 ساين 45 زائد الدبليو عذرا في حاجة انا اغفلتها يا شباب قبل في عندي القوة هذه كمان عندي القوة تاعت الـ B2A2 ساين الـ 45 هاي للأعلى إذن عندي الـ B2A2 ساين الـ 45 هاي للأعلى فأنا اللي هعمله كل اللي هسويه إني حودي دول القوتين على الطرف الثاني وأعوض كل إشي عندي موجود وأعوض فبتطلع معاي الـ F Z يعني هاي الـ M dot في الـ V2 في ساين الـ 45 ناقص الـ B2 ضرب الـ area ساين الـ 45 بعدين ويت الـ elbow اللي هو 2077.786 عذرا فبتطلع معاي سالب الـ F Z سالب 3531.8 يعني سالب 3.53 كيلو نيوتن هذه من نيوتن هاي بالكلفة الشغلة عايز أنبه لها يا شباب إنه هو ما طلبش
المحصل لهم ولا الدايركشن حقها. يعني ممكن انا اوجد الاف ار اللي هو الاف اكس تربيع الاف زد تربيع، ممكن نوجد الثيتا اللي هي تان انفرس الاف زد على الاف اكس، يعني هذا كله ممكن ينوجد، لكن هو مسألة شحال. بقول لك اعطيني قوانين السيميلاريتي اللي بين الموديل والبروتوتايب. في عندنا ثلاث انواع للسيميلاريتي اللي هي الجيومتريك سيميلاريتي والكينماتيك سيميلاريتي والديناميك سيميلاريتي. الجيومتريك سيميلاريتي الموديل must be the same shape of the prototype but maybe scaled by some constant factor، يعني الفرق بس اللي هو ايش، نفس الشكل ولكن ممكن يكون في سكيل، يعني الطول الاطوال كلها مثلا الضعف، الاطوال كلها النصف، يعني زي كذا في فاكتور ما بينهم في اللينث. الكينماتيك سيميلاريتي the velocity at any point in the model flow must be proportional by constant scale factor to the velocity at the homogeneous homologous point in the prototype. يعني ايش الفكره؟ ان البوينت هذه عند السرعه عندها في الموديل بتساوي او يعني ريليتد لفاكتور، يعني النص الربع الثلث العشر زي كذا، يعني الخمس اضعاف، يعني السرعة عند أي نقطة بتساوي السرعة شبيهتها عند نفس النقطة يا شباب في البروتوتايب. وفي فاكتور then this is the flow، هذا هو الفلو. طلع يا شباب إذا بقول لك this is a flow streamline must have the same shape، يعني الستريملاين نفسه، يعني هنا الموديل بيسرع، هنا البروتوتايب بيسرع، هنا الموديل بيبطئ، هنا البروتوتايب بيبطئ، نفس الشيء يعني. فدائما السرعه بتساوي السرعه في الموديل بتساوي السرعه في البروتوتايب فاكتور عند نفس النقطه. طيب الديناميك سيميلاريتي هذا لانه ريليتد للفورس، اذا او اللي ريليتد للفيلوسيتي. إذا شوفوا شباب اللي ريليتد لللينث هذا جيومتريك، واللي ريليتد للفيلوسيتي هذا كينماتيك، واللي ريليتد للفورس هذا ديناميك. كل الفورسز في الموديل must scale by constant factor to the corresponding forces in the prototype. إذا اللينث في الموديل scaled مع scaled أو بيساوي فاكتور ضرب اللينث في البروتوتايب هذا جيومتريك. الفيلوسيتي في الموديل بتساوي فاكتور ضرب الفيلوسيتي في البروتوتايب عند نفس النقطة at same point هذا كينماتيك سيميلاريتي. إذا الفورسز في الموديل بتساوي كونستانت فاكتور في الكورسبوندينج فورس اللي في البروتوتايب فهذا الديناميك سيميلاريتي. هذه يا شباب بالنسبة للفرع، الفرع I. الفرع 2I بيقول لك إنه، وهذا صار عيده أكثر من مرة، بقول لك إنه استخدم البرايمري دايمينشن البرايمري دايمينشن حتى إنك يعني تتحقق من إنه الدراج كوفيشنت علاقته هي هذه العلاقة سي دي بيساوي اف دي على 2 رو اي الفيلوسيتي تربيع. طلعوا شباب السي دي يفترض انه ايش، نان دايمنشنال باراميتر. انا اخذت الاف دي اللي هي الماس، اي فورس في الدنيا، ماس في اكسلريشن، ماس في لينث على تايم تربيع، يعني تي قوه سالب 2. هذه بالنسبه لمين؟ الاف دي. الرو اللي هي ام ال سالب 3 والاي ال تربيع
والفيلوسيتي اللي هي لينكس بير تايم تربيع للفيلوسيتي يعني تربيع لها ام ال تي سالب 2 ام ال سالب 3 التربيع التربيع تي سالب 2 يعني إذن عذرا إذن الإدراك كوفيشنت هو M قوة صفر L قوة صفر T قوة صفر واللي هي يعني إيش واحد وهذا بيثبت الهوموجينيتي. طيب نروح نشوف يا شباب بقول الفوليوم فلوريت ميجرد باي دراج كوفيشنت سي دي سوري سي دي اللي هي الكوفيشنت اوف ديسشارج شو ذات ذا ايكويشن از دايمنشنالي هوموجينيوس. الفوليوم فلوريت بتساوي 8 على 15 سي دي 2 جي تان ثيتا على 2 H قوة 5 أثنين. طيب يعني الفوليوم فلوريت السي دي هذه ملهاش وحدة. الثمانية على الخمستاعش ملهاش وحدة. هذه ملهاش وحدة. هذه ملهاش وحدة. عشان كذا هاي الأشياء اللي أنا حطيتها في دوائر M قوة صفر L قوة صفر T قوة صفر. طيب شو بقى عندي؟ اثنين أيوة الاثنين G قوة نص في ال H قوة خمسة على اثنين. طيب هذه اللي هي متر الاكسلريشن متر لكل لين متر لكل سكن تربيع يعني ال تي قوة سالب 2 هذه قوة نص حاضرب في ال حاضرب الـ H قوة 5 على 2 هي الـ H الـ H اللي هو لينكث يعتبر هي L قوة نص T قوة سالب 1 L قوة 5 على 2 L قوة 6 على 2 T قوة سالب 1 L قوة 3 T قوة سالب 1 وهذا اصلا هذا اصلا اللي هو الدايمنشن تاع الفوليوم فلوريت وهذا بيثبت الهوموجينيتي. اذا طلعوا الطرفين نفس الشيء اذا الكلام سليم. طيب بقول انه الكابيلاري تيوب الدايميتر inserted into container of liquid the liquid raises to height h inside the tube as shown in figure ومعطيك الفيجر علشان ايش
يعني تتخيل الشكل. أنا ما حاطتش الفيجر. طيب خلينا نكمل بس. إذا الدي الدياميتر والإتش الارتفاع والدنسيتي الرو والدياميتر أيوة. فهو قاعد بيذكرني الجي الجرافيتي أكسلريشن والفايل كونتاكت أنجل والسيرفس تنشن هو سيجما إس. ففي فرع إيه؟ إذا سؤال ثلاثة هذا بارت اي بي يقول لك جنريت دايمنشن ليست ريليشن فور اتش. عايز الاتش فانكشن بدلاله والاشياء الباقيه اللي هي دايمتر دنسيتي جي سيرفس تنشن كونتاكت انجل. هذا اللي قاله. كم ال N عندي هنا؟ ال N اللي هم ال 6 عددهم اللي هم ال H مع الأشياء الباقية اللي هي D و Rho و G و Sigma S والفاي. طيب هو عايزني أختار ال Rho وال G وال D repeated. يعني ال M بتساوي 3 اللي هن الرو والجي والدي. معناها الكي بتساوي 6 ناقص 3 تساوي 3. مين هم النون ريبيتد؟ الباقيين اللي هم الاتش والسيجما اس والفاي. لان انا عندي كم باي 3 باي باي 1 باي 2 باي 3. في كل واحد من البايات لازم احط ايش؟ لازم احط واحد ايش؟ واحد نان ريبيتد وثلاثه ريبيتد. ما هو الريبيتد لازم يكونوا موجودين في الكل. الاول احط الاتش والثاني احط بس عشان اختارهم نفسهم سيجما اس ايوه الثالث احط النان ريبيتد. دائما اخليه قوه كم؟ قوه واحد. الريبيتد اللي هم رو في جي في دي رو في جي في دي رو في جي في دي الحين اخليهم الرو قوه ايه الجي قوه بي والدي قوه سي اي بي سي A B C. الحين حمسكهم واحد واحد. الباي هذا اللي هو M L T 000 M L T 000 M L T. الباي ما هي dimensionless parameter. حطينا ال H اللي هو L length والسيجما اللي هي force على length اللي هي يعني M T سالب 2 والفاي هذه ملهاش وحدة يعني واحد. الحين بحط ال Rho M L سالب 3 وبحطها قوة A M L سالب 3 M L بعدين طبعا حنضرب في ال G اللي هو L T سالب 2 قوة B وبعدين حضرب في الديميتر اللي هو L قوة C L T سالب 2 قوة B.
طيب بعدين حاجة أمسك الباور. طلعوا يا شباب، يعني لو طلعنا على الباي 1 واللي أخذنا فيها الـ H في رو H قوة 1 رو قوة A G قوة B D قوة C، وقلنا هذا L قوة 1 هذا M L سالب 3 قوة A أي L T قوة ناقص 2 أي M L T 0 0 0. الآن أنا أخذت الـ M الـ L الـ T هنا 0 0 0 أي 0 0 0 يساوي هنا نجي الـ M ما فيش، هنا ما في، هنا في M قوة 1 قوة إيه يعني إيه ما فيش في الحد الثاني، ما فيش الحد الأخير، إذا منا الـ A بتساوي 0. نيجي على فرع الـ L، هنا L قوة 1 أي 1 L قوة سالب 3 قوة إيه ناقص 3 ايه زائد بي زائد سي. اروح للاخير، ما فيش تايم، حد الاول كل حدود في شهادتين غير الحد قبل الاخير، اي ناقص 2 بي، من هنا البي بتساوي 0، من هنا السي شو تساوي؟ إذن الباي 1 بتساوي الـ H رو قوة 0 G قوة 0 D قوة سالب 1. بالتالي الباي 1 اي اتش على دي. لاحظوا يا شباب هذا اللي استفدته من مين؟ من المعلومة الأولى. جيت على المعلومة الثانية، باي 2 سيجما اس رو جي دي اي 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 ام ال تي 0 0 0 ام سالب 2 ام ال ال تي ناقص 2 ال هو سي. حطينا ام طيب هنا الام في الحد الاول قوة 1، ام في الحد الثاني قوة 1 قوة A يعني زائد A، ما فيش ام في الحدود اللي بعد كده، من هنا الـ A بتساوي سالب 1.
أنا هنا يا شباب. مفيش ال في الحد الأول، في ال قوة سالب ثلاث قوة إيه، يعني هاي سالب ثلاثة إيه، في ال قوة واحد قوة بي يعني زائد بي، في ال قوة واحد قوة سي يعني زائد سي. أجل الحد الأخير سالب اثنين تي قوة سالب اثنين، وفي عندنا سالب اثنين بي في الحد قبل الأخير، يعني من هنا أفهم إنه البي سالب واحد. عوضنا قيمة البي قوة قيمة الايه، طلعت السي سالب اثنين، يعني أفهم إنه باي اثنين بتساوي السيجما اس رو قوة سالب واحد جي قوة سالب واحد دي قوة سالب اثنين، يعني الباي اثنين بتساوي سيجما اس رو جي دي تربيع. طيب وصلنا ل باي ثلاث بتساوي الفاي رو جي دي اي بي سي ام ال تي زيرو 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 أي واحد أي إم إل سالب ثلاث أي إل تي سالب اثنين أي إل قوة سي، أعطينا إم صفر صفر صفر. احنا هنا شغالين يا شباب، طيب يساوي 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 فيش ام في الحد الاول، في ام بس في الحد الثاني، يعني معناها الاي بتساوي زيرو، فيش ال في الحد الاول بس في ال في باقي الحدود، سالب ثلاثة A ناقص اثنين زائد B زائد C صفر بتساوي بس الزمن في الحد الثاني، من هنا ال B بزيرو، من هنا C بزيرو. الواضح عندي إنه الباي ثلاث تساوي الفاي رو جي دي زيرو زيرو زيرو، يعني الباي ثلاث تساوي الفاي. طيب القاعدة بتقول إنه الباي وان فانكشن بدلالة الباي تو والباي ثري، يعني ال h على d هي function بدلالة مين؟ السيجما s على رو g d تربيع والفرق. بقول لك في الفرع b، بقول لك it is well established that the exact analytical equation for h is given as، يعني هو بيقول لك انه انت بتعرف انه ال h بتساوي هذا اللي هو بارت b بتساوي اللي هو 2 سيجما s كوساين فاي على رو جي r، يمكن ان نستبدل r
بدي على 2 الاتش صارت 4 سيجما اس كوساين فاي على رو جي دي. لو انت جيت ضربت المعادله هاي كلها بدي بواحد عادي يعني قسمتها بصير اتش على دي 4 سيجما اس كوساين فاي على رو جي دي تربيع. هذه الاتش على الدي هي 4 ضرب سيجما اس على رو جي دي تربيع ضرب كوساين الفاي. يعني وضع عندي انه الاتش على الدي هي فانكشن بدلاله سيجما اس على رو جي دي تربيع والفرق. وهذا بيعمل ايش؟ بيعمل اتفاق. هذا consistent with exact solution. يعني exact solution اللي هو هذا متفق مع اللي احنا وصلنا له. ماشي الحال؟ هذا جواب فرع B. فرع سي قال لك ريبيت بارت اير، يعني عايزك ترجع تكرره مره ثانيه. انا ما ادري ليش كل شوي بيكرروا هذه الاشياء، تحسهم بيستمتعوا في انهم يكبروا المسائل. مع ان الاصل من السؤال يعني انه يقيس مدى ادراك الطالب، مدى معرفه الطالب بانه مثلا يطبق برنولي ايكويشن. مش انك تطفش الطالب من استخدام برنولي ايكويشن. يعني بارت سي يقول لك ريبيت بارت اير. يعني مش عارف غريبين والله يعني الجماعة اللي عندكم يا أخي. طيب عايزك تعيد فرع A ولكن استبدل ال H بمين؟ T ريز اللي هو زمن الصعود، يعني زمن الصعود هذا برسي. يعني زمن الصعود صار فانكشن بدلالة مين؟ الأشياء هو طلب إيش نستبدلها؟ رو جي سيجما إس فاي. طلب مني أزيد عليهم حاجة جديدة اللي هي الفيسكوسيتي. إذا قال استبدل ال H بالتي ريز كويس، وقول لك بي اتنشن، يعني خذ في عين الاعتبار to the fact that الحقيقة اللي بتقول انه التايم also depend on the viscosity. اذا يعني زي ما انتم شايفين الان في هاي الحالة شو بتساوي؟ 7 اللي هو الاشياء كلها، والام اللي هم الثلاثة الريبيتنج اللي قال لي عنهم الرو والجي والدي، وبالتالي الكي اللي هي N ناقص M هتساوي 7 ناقص 3 اللي هي 4. يعني في هاي الحالة عندي 4 بايات. طيب هاي الأشياء اللي عندي، بديت في الباي 1 أخذت T ريز هو 1 رو جي دي A B C M L T 0 0 0 T M L سالب 3 A L T سالب 2 قوة B L قوة C M L T صفر 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 يساوي ماينس A. صفر تساوي عذرا A. إيش M غير في الحد الأول؟ إيش L في الحد الأول؟ ماينس 3 A زائد B زائد C. صفر بتساوي
واحد ناقص اثنين بي. من هنا واضح انه البي بنص. من هنا واضح انه الاي بصفر. عوضناهم يطلع معانا السي سالب نص. طيب اذا معنى الكلام انه باي 1 يساوي رو هو صفر زي ما احنا شايفين رو قوة صفر جي قوة نص دي قوة سالب نص يعني الباي بتساوي تي تي الار جذر الجي على تي هذه باي ون. رحنا على الباي 2 وقلنا انه ايش الباي 2 هي السيجما اس رو جي دي واحد اي بي سي ام ال تي 000 ام تي قوة سالب 2 ام ال سالب 3 هو ايه ال تي سالب 2 هو بي ال هو سي وحطينا زي ما احنا شايفين واحد زائد ايه الايه بتساوي سالب واحد ناقص ثلاثة ايه زائد بي زائد ناقص اثنين ناقص اثنين بي ب سالب واحد C بتساوي سالب اثنين بعد ما عوضنا فيها هذا كنا اشتغلناها هذه الباي على وجه الخصوص كنا اشتغلناها من قبل في فرع A يعني زي ما انتم ملاحظين الباي 1 تغيرت لانه شلنا H وحطينا بدالها ايش شلنا الاتش وحطينا بدالها اللي هي التي التي ريز ولكن بالنسبه للباي 2 هي عباره عن ايش سيجما اس رو جي دي سالب واحد سالب واحد سالب اثنين الباي 2 هي سيجما اس على رو جي دي تربيع باي 3 نفس الفيلم حتطلع فقط بس الفاي لكن اذا لاحظوا انه باي 1 تغيرت باي 2 باي 3 زي ما هن ولكن اجتني ايش باي 4 ما كانت موجوده هي بس الآن جينا للباي فور الباي فور اللي الباي فور واللي هي ميو
هو واحد رو جي دي هو A B C M L T 0 0 0 M L سالب واحد T سالب واحد. في واحد ممكن ينط ويقول لك الميو هذه كيف تعرف إنه هي M L سالب واحد T سالب واحد؟ كيف عرفت كده؟ خلينا طبعا هذه مش من الحل بس هذه انا اقول لك كده. الميو اذا بتتذكر يعني بلاش اذا بتتذكر لو بترجع في الاسئله روح للسؤال الاخير شوف شو وحدتها؟ الله شو وحدها؟ كيلوغرام كيلوغرام على متر سكند يعني ماس على لينكس تايم يعني ام ال سالب واحد تي سالب واحد طلع الرو خدها كيلوغرام على متر كيوب هي ام على ال تكعيب يعني ام ال سالب ثلاثة الفورس وحدتها اللي هي نيوتن اللي هي كيلوغرام متر على سكند تربيع ام ال تي سالب 2 زي كده يعني هذه هي الطريقه اللي من خلالها نستطيع تحديد المقدارات او الدايمنشن الرو زي ما احنا شايفين اللي هي ام ال سالب ثلاث ال تي سالب اثنين ال اي اي بي سي وهذه اللي هي واحد اي ام ال تي صفر 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 الطرف من الجهة في اليسار صفر الآن أي واحد زائد A يعني الA بسالب واحد ناقص واحد ناقص ثلاثة A زائد B زائد C ناقص واحد ناقص اثنين بي طيب وبالتالي البي بتساوي ناقص نص عوض ما هنا طلعت السي سالب واحد ونص إذن باي أربعة تساوي الميو رو جي دي طيب يعني باي أربعة بتساوي الميو على الرو جي هو نص هو واحد ونص طيب وهذه نفسها هي رينولد نمبر هذا واحد من أشكال رينولد نمبر يعني باي 1 هو فانكشن بدلالة باي 2 باي 3 باي 4 دائما الباي 1 فانكشن بدلالة الاذر بايز الحين انا شلت الباي 1 حطيت اللي هو تي ريز
جذر الجي على الدي. قلت انه فانكشن سيجما اس على رو جي دي تربيع باي رينولد نمبر. طبعا ممكن اخلص من جذر الجي على الدي اضرب، يعني لو جيت على المعادلة هاي وضربتها في جذر الدي على الجي بيصير هذا الشكل. يعني لو وقفت هنا كويس، وقفت هنا ماشي الحال. كل هذه الثلاثة اي واحدة منهم تعتبر ختمة لإله. بقول لك if the time taken for the fluid برضو حاطط فرع دي ما شاء الله. والله هذا سؤال ثلاثة لوحده في اختبار يا اخي. بقول لك if the time taken for the fluid to climb a specific distance in a capillary with diameter 2 ملي is 5 seconds. اذا لما كان الدياميتر 2 ملي كان التايم فالتايم ريز يعني 5 سكند. بقول انه اذا الدياميتر اصبح 3 مليمتر كم التي ريز الجديد؟ اطلعوا يا شباب، واضح انه العلاقه بين التي رايز والجذر الدي على الجي فانكشن سيجما اس على رو جي دي تربيع باي رينولد. لو قسمت تي ار 1 على تي ار 2 يساوي جذر دي 1 على دي 2. العلاقه ما بين التي والار واضح انه التي ار تتناسب مع الدي قوه نص. خلاص حطينا 2 مليمتر على 3 مليمتر، روح هاي مع هاي جذر يساوي 5 على تي ار 2. نعمل سولفين تطلع 6 1 2 4. السؤال 4 بقول لك mention any two types of flow meter and briefly describe how they work to measure a volume flow rate. قلنا عنهم يا شباب اللي هم بالdifferential flow meter، والنوع الثاني البوزيتيف displacement flow meter. حكينا عنهم وشرحناهم ووضحناهم كويس. قلنا فكرة كل واحد فيهم وإيش المطلوب. في واحد بيعتمد على البرشر ديفرنس زي الأورفيك والفنتوري اللي احنا قلنا عنه أورفيك وفنتوري، لأنه هذول الجماعة شو الهدف تاعهم؟ إنه يقيسوا الديفرنس في الستاتيك برشر بين أب ستريم وداون ستريم. إذا هذول الجماعة كان هدفهم يقيسوا فرق الضغط شبابي، وبعدين من فرق الضغط يحددوا الفوليوم فلو ريت. الجماعه الثانيين تعين البوزيتيف ديسبليسمنت هم بيحسبوا الفوليوم اللي فيلد وذ فلويد ديليفر ات فورورد تو فيل اب ات اجين. يعني فكرتهم انه يحسبوا الفوليوم فلو ريت من خلال انه بيحسبوا الفوليوم اللي عندهم، ومن ثم طلعوا شباب فكرتهم كانت انهم يقيسوا الحجم اللي عندهم، ومن ثم يرجعوا يعيدوا ملؤه مره ثانيه. فبهذا الشكل بيستطيع انه يحسب الحجم عنده، يصير زي حجمين وزمنين، فبيستطيع انه يقسم الفوليوم على التايم او التغير في الفوليوم بالنسبه للتغير في التايم فيحسب الايش. يعني هنا هو بيتعامل مع الفوليوم،
بيطلع منه الفوليوم فلوريد. هناك بتعامل مع البريشر ديفرنس بيطلع منه الفوليوم فلوريد. هنا عشان يقدر يعمل هذه الشغله استخدم حاجه اسمها كنا حكينا عنها المره الماضيه، قلنا البوزيتيف ديسبيسمنت فلو ميتر ار ذا اونلي فلو ميجرنج تكنولوجي ويتش دايركتلي ميجر ذا فوليوم اوف فلويد ذات كروسز ثرو ذا فلو ميتر. It attains this by trapping buckets of fluid between rotating component housed within highly accurate chamber. إذن عنده الفلويد اللي محصور صاير له trapping ما بين ال rotating parts أو rotating components، فهو بيستخدم chamber بيقيس فيه الحجم تاع الفوليوم اللي محصور ما بين الأجزاء الدوارة. هذه التقنية تعتمد زي ما قلنا لكم على إنهم يقيسوا الفوليوم. ما حدش عايز منك كيف الفكرة إيش كيف بيحسبوا الفوليوم. هذه هنا related للفوليوم directly، يعني هنا الفوليوم flow rate can be measured by measuring the volume flow rate of flow trapping volume trapping fluid أو fluid trapping in between rotating components. وهناك بدك تقول إنه volume flow rate can be measured by measuring the pressure difference between upstream and downstream through streamlines. يعني فرق الضغط والفوليوم. طيب السؤال، الفرع دبل اي، الفرع دبل اي اعطانا اويل وقال هذا الاويل نخيف يا اخوة احنا في سؤال أربعة فرع اي اي بقول عندنا اوي واعطانا الدنسيتي له واعطانا الميو له واعطانا طوله وقال انه الكروس سكشن تاعه ريكتانجولار، فالريكتانجولار 5 في 6 اعطانا الفوليوم فلو ريت. طيب احنا اول شيء عملناه ان حسبنا 9 زائد 70 على 100,000، 9 زائد 70 بال100,000 يعني اللي هو 9.00 7 هذا هيك طبعا باللتر بير سكند، قسم على 1000 00900007 هذا هيك متر مكعب بير سكند، هذا هيك متر طيب حسبنا الماس فلوريت اللي هو الام دوت بيساوي الرو في الكيو، هنضرب ال 888 في ال 0.009007 فطلع معانا ال قيمة الام دوت 7.993 كيلو جرام بير سكند. حسبنا الكروس سكشنال اريا اللي هي الاي في البي بما انها دكت ريكتانجولار دكت، يعني 5% في 6%
هاي طلعت 3 بالألف متر مكعب. حسبنا حسبنا الفيلوسيتي اللي هي كيو على ايه، عوضنا قيمة كيو قيمة ايه، طلعت معنا الفيلوسيتي 3.0023 متر بالسكند. حسبنا البريميتر اللي هو يعني المحيط اللي هو 2a + 2b، واللي حيساوي 2/5 + 2/6 22 سنتي، 22% متر. حسبنا الهيدروليك دياميتر، الهيدروليك دياميتر اللي هو 4 في الاي سي مقسومة على البريميتر، 4 في 3 من 1000 مقسومة على 22%، فطلعت 0.0545 متر. الحين احنا ناس صار عندنا الفيلوسيتي وصار عندنا الهيدروليك دياميتر، شو بدنا نسوي؟ هنحسب رينولد نمبر رو في 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 دي ال اتش على ميو 888 في السرعة اللي هي 3.00023 في الدي اتش اللي هو 0.0545 مقسومة على الميو اللي قيمتها 8/10. صراحة طلعت في الأخير قيمة رينولد نمبر 181.65. هذا القيمة أقل من 2300، إذن هذا لامينار فلو، هذا جريان انسيابي. طيب الاف بتساوي حالة الجريان الانسيابي اللي هي 56.92% على رينولد نمبر 56.92. في عندنا التابل 8.1 لو رجعنا له نعرف انه لانه قيمة A على B تقريبا، الـ A على B تقريبا حول الواحد، الخمسة على الستة تقريبا واحد، فهذه اللي تطلع معي على 181.65، فهذه 0.31335. طيب الـ H الـ L اللي هي F L على D V تربيع على 2G، الـ H L هو طلب الهيدلوز. طيب الـ H L شو بتساوي؟ طبعا احنا هنعوض هنا اللي هو ايش؟ اللي هو الداميتر الهدف. عوضنا حطينا هذه اللي هي 0.31335، حطينا ال 30، حطينا 0.0545 الدي اتش، عوضنا ال في 3.00023، حطينا الجي اللي هي 9.81. صراحة لما أنا قيمة ال H L شو بتساوي؟ ال H L بتساوي 79.1343 متر.
هو الآن طلب مني. طبعاً أنا حسبت البرشر دروب من الهيد لوز قبل ما أروح للفرع بي اللي هي رو في جي في اتش ال. رو في جي أقدر أحط بدالها اللي هي الألف في 9.81، والاتش ال أقدر أحط بدالها 79.134، فتطلع هذه قيمتها في الأخير 68,000. عذرا 600، لا هذه 888. تطلع 689,361 باسكال. الآن يا إخوة يقول هو انه كم البامبنج باور اذا البايب بدل ما هو هوريزونتال اصبح ايش؟ بده البامبنج باور اذا الدكت صار مايل بزاويه 20 درجه. البامبنج باور المفروض انها الفوليوم فلو ريت الدلتا بي، ولكن هذا لو هوريزونتال. هي ما عادت هوريزونتال، شو سوينا؟ هاي الكيو والبرشر بهاي الحالة حيقل بمقدار ناقص رو جي ال ساين زيتا، هاي اللي هي 0.00937، وأضربه الستمية تسعة وثمانين ألف 361 ناقص الرو في الجي في الال في هنا حاجة، بس هاي مش 30، هذه مش 3، هذه 30، هاي 30 أنا تعاملت معها على إنها 30 سنت ناقص 888 في الجي 9.81 في ال 30 في ساين ال 20. البامبنج باور هاي تطلع 5400 واط، يعني 5.4 كيلو واط. طلعوا يا شباب من 30 سنتي ل 30 متر هذا الفرق 5000. يعني هذه 5.4 كيلو وات. السؤال الأخير، السؤال الرابع فرع 3i، السؤال الرابع فرع 3i بيقول
إنه عنا تاون هاوس ووتر فلوز from the basement to the second floor through a 2 سنتيمتر diameter كبر بايب. طيب فبالتالي هو معطيني الكيو اللي هي 0.8 زائد الان اللي هو 70 على 100,000 هذه فاصلة 8.00 هذا لتر على السكن قسمه على 1000 طلع الام دوت الام اللي هي 1000 وهذه الام دوت بتساوي 0.8007 كيلو جرام بير سكند. طيب الان البايب هذا الاريا فيه مصنوع من الكبر تيوب الاريا فيه 2 سنتيمتر ايوه في الاكزيت فيه فوسيت حنفيه الديمتر حقها 1.3 انتبهوا يا شباب انه كل التيوب الديمتر حقه 2 سنتيمتر بس الفتحة الخروج هي ال 1.3 سنتيمتر خلاص انا الاحظ انه انا عندي هحسب A1 واعوض فيها باي على 4 D1 تربيع واحسب A9 باي على 4 D9 تربيع طيب هاي اللي هي وهذه 0.00133 متر سكوير طيب وحسبنا من A1 V1 اللي هي Q على A1 وهذا أعطتني 2.55 متر بير سكند ومن Q على A2 6.02 متر بير سكند طيب بقول لك نتربي ذا بريشر ات بوينت ات بوينت 1 بده البريشر عند النقطه 1 بدنا ننتبه لشغلة إنه البرشر عند النقطة 9 هو الأتموسفيرك لأنه الحنفية تفتح على الغلاف الجوي هو عايز البرشر عند النقطة 1 بقول لك the only loses included are major loses all loses are included يعني في البداية فرع A قال لك خذ بس الميجر لوزز في فرع B قال لك خذ المينر لوزز all the losses يعني major وminor طيب الميو اعطاني قيمتها هذه مش ميو هذه القيمه المعطاه هذا اليونت مش صحيحه علشان كده هذه قيمه أي كيلوغرام طيب أعطاني الرفنس هايت وأخذنا إحنا الإن بسبعين هاي الرسمة رحنا حسبنا الرينولد طيب ليش الرينولد استخدمنا ليه لما جينا نحسب الرينولد قلنا رو في 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 دي حطينا في 1 دي 1 على نيو ليه استخدمنا في 1 ودي 1
إنه البايب من أوله لآخره لتصل لآخره دايميتره هو دي 1 والفلوستي اللي ماشي فيه هي إيش؟ هي في 1. طب متى بتصير دي 2 وفي 2؟ في الآخر هنا عند الفتحة. وبالتالي كنت مطمن حط في 1 دي 1 أي الرو ألف 2.552 سنتي طلعت قيمة رينولد نمبر 45133. هذه أكبر من 4000. لما تكون أكبر من 4000 معناها إنه توربلنت فلو. معايا يا إخوة يا عزاء؟ أقدر أقول إنها توربلنت، جريان اضطرابي. طيب بما إنه جريان اضطرابي أقدر إيش؟ أروح أقسم إبسلون على دي. إبسلون هذه اللي هي الرفنس هايت كانت جيفن هنا 1.5 × 10^6 الدياميتر اللي هو 2 سنتي يعني 2%، كله حولته للمتر وقسمت الرفنس هايت على الدياميتر بايب دياميتر فطلعت القيمة 7.5 × 10^5. وطبعا أنا عندي الرينولد نمبر 45000 يعني 4.5 × 10^4. هروح استخدم مودي تشارت. كويس، المودي تشارت عندنا كذا شكلها. تعد هنا الرينولد نمبر وهنا عندنا الابسلون على الدي. الابسلون على الدي جايه كذا. نشوف 7.5%، 7.5 × 10^5. وهاجي بعد ما أصل 10^4 في 2 3 4 5 6 7 8 9 10^5 and so on. أنا هاجي 4.5 × 2 3 4 هي 4 ونص. أصل هنا وأجي أشوف قيمة الإف. وممكن نستخدم هالاند إكويشن إذا بتحبه. كويس، طبعا قيمة الإف اللي هي 0.2166. في عنا اللي هي كمان مين، في ناس يعني مودي تشارت زي ما تشايفينها سهلة في ناس استخدموا هالاند إكويشن. هالاند إكويشن 1/F يساوي ناقص 1.8 لوج 6.9 على ار اي يوصل على دي 3.711%. طيب لو انت جيت تطبق عليها 1/F ناقص 1.8 لوج
6.9 على 45133 زائد 7.5 ضرب 10 أس سالب 5 على 3.7 1.11. عملت سولفنج تطلع معاك الاف اللي هي 0.216. كويس. طبعا هذه نتيجتها تقريبيه زي ما احنا شايفين. في ناس كثير بيحبوا يشتغلوا على المودي تشار وفي ناس يشتغلوا عليها. طيب مدام قال لي نيجي لفرع A. فرع A قال لي major losses only. طيب المفروض انه H ال L F L على D V تربيع 2G. F هيها 0.216 الأحجمة اللينث اللي عندي لهاي الأربعة متر الثلاثة 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 الثلاثة. عندي 6 قطع طولها 3 متر وعندي قطعة 4 متر مع بعض كلهم 22. الديميتر كم؟ 2 سنتي. أضرب في الفيلوسيتي اللي هي 2.55 تربيع على 2 في 9.81. ال HL كم طلعت يا صديقي؟ HL يا إخوة أعزاء 7.87 متر. طيب حطينا برنولي إكويجن طبعا وقلنا إنه ال B1 على الرو اللي هو التربيع عثلين جي زد 1 يساوي بي 2 على رو في 2 تربيع 2 جي زد تربيع جي زد 2 جي اتش ال. هذا اتمثلك حطيناه بزيرو وعندي الجي زد 1 حطيناها بزيرو لانه النقطة 1 جاية على الريفرنس عديتها. النقطة 2 هي اللي ارتفاعها طبعا هي مش 2 هي 9 هي عشان بس يعني نكون واضحين هي 9 يعني قلنا بي 1 على بي 1 على ال تساوي اللي هي 6.2% تربيع ناقص 2.5.55 تربيع على 2 زائد 9.81 في زد اللي هي 8.12 9.81 في ال السبعة في 7.87.
لما حليناها طلع البي 171,731 باسكال، يعني 171.73 كيلو باسكال. هذا جواب فرع A بس الميجر لوزز. جواب فرع B هنا هتكون ال HL تتكون من جزئين FL على D زائد مجموع ال KL كله في V1 تربيع 2 G. هذه هيها ال L 22 الدي 2% مجموع ال K L اللي هي ال K من أول من الأول للآخر. مش معطيني K عند المدخل ولا K عند المخرج، لكن معطيني عند النقطة 2 النقطة 3 4 5 5 6 7 وجمعناهم لل K L طلعوا كم؟ 3 في 1.5 و 2 في 4 بالعشرة و 10 و 2 لأنه في عندي 3 أكواع من نوع 90 كوع كوعين 3 وعندي كوعين من النوع اللي بزوايا اللي هي 4 بالعشرة بزوايا حادة بزوايا منفرجة وفي عندي الجيت هذه الفالف وفي عندي اللي هي الفوسيت نفسها جمعتهم اللي هي ثلاثة في واحد ونص واللي هي 17.3. هذا كله أسكر القوس وأضربه في مين؟ اثنين 55% تربيع. الاتش ال في هاي الحالة طلع 13.61. عندنا نفس الخطوات وطبقناه طبقنا برنولي إيكويجن مرة ثانية اللي هي البي 1 على الرو ستة واثنين في المية تربيع ناقص اثنين 55% تربيع اثنين 9.8.1.8.12 زائد 9.81.13.6 عملنا سولفنج طلع البي 1 في هاي الحالة 228,040 باسكال يعني اللي هو 228.4% كيلو باسكال. إذن ممكن نهمل الماينر لوزز الأخوان. أنا شايف أنه صعب أن نهمل الماينر لوزز لأنها قيمتها قريبة للميجر، يعني الميجر لوحده طلعت الـ HL تاعته 7.87 الثاني تقريبا طلع حول 5.8 بالعشرة يعني قيمة 7.8 قريبة لل 5.8 لو جمعناهم مع بعض طلعوا 13.6 بالعشرة. علشان كذا يا اخوان انا رأيي طبعا يعني احنا
ما بنعمل نيجلكتنج للماينر ماينر لوزز لانه قيمتها كلوز للميجر لوزز. لانه مرات في بعض الاسئله بقول لك كومنت ان ذا ريزلت، يعني بيعطيك مش بس زي هنا اي وبي، بيعطيك اي وبي وبيعطيك سي. انا شفت في بعض الاسئله كده. يعطيكم العافيه يا اخوان وشكرا لكم.